النهاردة المحاضرة على الـ Adaptive Immunity. يعني ايه Adaptive Immunity؟ الأول احنا اتكلمنا على الـ Innate Immunity. قلنا الـ Innate Immunity فيها صفتين مهمين جدا، أول حاجة انها Immediate و Non-Specific. هنيجي عند الـ Adaptive Immunity نعكس بقى، أولا هي مش Immediate، هي بتاخد وقت. ثانيا هي Specific. يعني ايه Specific؟ يعني Specific Immune Response. يعني ايه specific immune response؟ يعني production of antibody specific for antigen specific for peptide. واهم حاجه في adaptive immunity انها provide lifelong protective immunity to a given pathogen. يبقى زي ما قلنا كلمه specific immunity معناها specific to antigen، ومش والانتيجين ده مش انتيجين حاجه بسيطه، لا انتيجين بيبتايد، يعني كل انتيجين هنقسمه لبيبتايدز. الانتيجين سبيسيفيك ريسبونسز ده بيبقى ميديتد باي الليمفوسايتس. طيب احنا عارفين الليمفوسايتس نوعين، في البي ليمفوسايتس والتي ليمفوسايتس. البي ليمفوسايت هتدينا البلازما سيل اللي هي بتطلع لنا انتي بودز في الاخر، والتي ليمفوسايت هتدينا تي هيلبر والتي سيتوتوكسيك. التي هيلبر مين اللي مسؤول عن السيجنالينج مولكيولز؟ يعني ايه سيجنالينج مولكيولز؟ اللي هي بتطلع لنا سيتوكاينز وكيموكاينز اللي بتعمل اكتيفيشن للاذر سيلز سواء سيتوكسيك او بي لينفوسايز. الكيلر تي او سيتوكسيك تي ليها سيتوكسيك مولكيول او سيتوكسيك افكتور فانكشن. لينفوسايت سبيسيفيستي معناها ان الانتيجين باوند لللينفوسايز. الليمفوسايت هيحصل لها ديفيجن بالميتوزيس، هتدينا دوتر سيل اللي هيحصل لها ديفيجن تاني تدينا انذر دوتر سيل، وهكذا تدينا في الاخر ليمفوسايز كلون. ليمفوسايز كلون، الليمفوسايز كلون ده هي امبليفايز تو برودوس ذا اميون ريسبونس. طيب الليمفوسايز دي عشان تدينا كلون يبقى لازم تكون قلنا سبيسيفيك فور انتيجين. يبقى احنا عندنا على الاقل ليمفوسايز انتيجين ريسبتور ل 100 مليون انتيجين. لميت مليون انتيجين يبقى لازم يكون عندنا الريسبتورز لميت مليون انتيجين. ده بيحصل ازاي وازاي بتحصل الليمفوسايت سبيسيفيستي؟ اولا لازم تعرف يعني ايه كلونال سيلكشن. الليمفوسايت لما بتطلع في الستيم سيل او بروجيني سيل بتبقى سواء بي ليمفوسايت موجوده في البومارو او تي ليمفوسايت موجوده في الثايموس، ايه اللي بيحصل لها؟ بيحصل لها اول حاجه اكسبوجر للسيلف انتيجين. اكسبوجر للسيلف انتيجينز اللي هي السيلف سيلز، تمام. فلازم الخلايا اللي بتشوف السيلف انتيجين دي يحصل لها ديليشن، والا تطلع لها اوتو انتيبوديز تدينا اوتو اميون ديزيز، وده اللي بيسموه التوليرانس. يبقى في جزء من الخلايا اول ما هيشوف السيلف انتيجين هيحصل له ديليشن، ديليشن اللي هو بيسموه سيل ديليشن او ديث، تمام. ليه؟ يبقى السيلف انتيجين ده بيبقى له حاجه اسمها strong binding او high affinity، هنقولها بعدين. الهاي affinity دي بتؤدي الى السيل ديليشن، تمام. هيتفضل few cells ما شافتش self antigen، دول هيحصل لهم maturation في peripheral blood، هيروح على peripheral blood هيحصل لهم maturation. طب السيلز اللي بتموت دي حوالي كام؟ حوالي 95% من الخلايا، و5% منهم بيحصل لهم maturation في peripheral blood، بيسموهم نايف لينفوسايز. ناخد بالنا من الالفاظ لان دي بتفرق. نايف لينفوسايز، نايف لينفوسايز دي لما تروح البريفر هتشوف الفورين انتيجين، واحده منهم اهي اللي هي الصفرة دي هتشوف الفورين انتيجين، هيحصل لها كلونال اكسبانشن. كلونال اكسبانشن معناها بروليفريشن. ليه؟ عشان تحارب الانتيجين ده. يبقى الليمفوسايت اللي حصل لها بروليفريشن دي اللي هي تي سي ريسبتور ليها سبيسيفيك فور ذيس انتيجين، حصل لها حاجه اسمها كولونال اكسبانشن وبروليفريشن تو بي، تحول من ماتيور نايف سيلز لافكتور سيلز. الفرق بين نايف ليمفوسايت انها ملهاش افكتور فانكشن، تحول لاكتيف ليمفوسايت او ارمد بقى تدينا افكتور ليمفوسايت. كلمه افكتور يبقى تدينا افكتور فانكشن، هتطلع لي السيتوكاينز والكيموكاينز اللي هي بتاكتيفيت البي ليمفوسايت وبتاكتيفيت السيتوكسيك. عشان نعرف يعني ايه برضه ليمفوسايت سبيسيفيستي
لازم نعرف يعني ايه تي سي ريسبتور وايه الاستراكشر بتاعه. التي سي ريسبتور عباره عن ايه؟ ترانس ميمبرنال بروتين في الفا وبيتا، وعندنا في جاما وابسلون، وفي ابسلون ودلتا، ادي كده 6، وفي 2 زيتا، في 2 زيتا، يبقى عندنا 8 ترانس ميمبرنال بروتين. الالفا والبيتا دول مينلي اللي هو الانتيجين بايندينج سايت، الالفا والبيتا بيبقوا الانتيجين بايندينج سايت، بينما سي دي 3 بيتكون يا اما من جاما ابسلون وابسلون دلتا، دول مسؤولين عن الاكتيفيشن اوف ايتامز اللي هو بيعمل سيجنال ترانسدكشن، مسؤولين عن سيجنال ترانسدكشن ثرو ايتامز، والسيجنال ترانسدكشن والاكتيفيشن ده محاضره لوحدها. يبقى عندنا في جزء مسؤول عن الانتيجن ريكوجنيشن اللي هو الفا والبيتا، ويبقى في نفس الوقت في الفي دي جي ري ارينجمنت اللي هو سبيسيفيستي فور انتيجن. سي دي 3 مسؤول عن الايتامز والسيجنال ترانسدكشن والاكتيفيشن. هل في سيميلاريتي بين التي سي ريسبتور والاميونوجلوبولين؟ ايوه، هما الاثنين فيهم فاريانت ريجن، في كونستنت ريجن بيحصل لهم في دي جي ري ارينجمنت، تمام، وده بيديك سبيسيفيستي فور انتيجن، وهما الاثنين فيهم بايندينج سايت للانتيجن. يبقى برضه الاميونوجلوبولين اللي هو سيرفيس اميونوجلوبولين في بايندينج سايت فور انتيجن، وهنا عندنا بايندينج سايت فور انتيجن اللي هو قلنا الالفا والبيتا تشين. طب ايه الفرق؟ ان التي سي ريسبتور فقط فيها بايندينج سايت للانتيجن، لكن الاميونوجلوبولين بيبقى برضه ممكن تشتغل كافكتور مولكيول. ليه؟ لان الاميونوجلوبولين بيمسك في الانتيجن، بيبقى انتيجن انتي بودي رياكشن، ممكن يحصل له فاجوسيتوزس، يشتغل كاوبسونين، ممكن يحصل له كومبلمنت فيكسيشن، يبقى ممكن الاميونوجلوبولين ده بيشتغل ليه افكتور فانكشن، وفي نفس الوقت هو انتيجن بايندينج سايت. لكن التي سي ريسبتور بس انتيجن بايندينج سايت اللي هو الالفا والبيتا تشين، ده الفرق بينهم. تو كلاسز اوف تي سي ريسبتورز عندنا، يا اما الفا بيتا تشين ده اللي هو الانتيجن بايندينج سايت، او ممكن يبقى جاما دلتا. طيب يبقى التي سي ريسبتور عباره عن اربع اجزاء، في اللي هي الفاريبل ريجن، وفي الكونستنت ريجن، في ترانس ميمبرنال ريجن، وفي السيتوبلازم كتير. الجزء اللي بره ده اللي هو في فاريبل ريجن والكونستنت ريجن ده مسؤول عن الانتيجن بايندينج سايت، وزي ما قلنا في 95% من تي سي ريسبتورز الفا بيتا، و5% بس هم اللي دلتا اللي هو جاما دلتا تشين. ادي انواع التي سي ريسبتور، الالفا بيتا دول يمثلوا 95% اوف تي لينفوسايتس، الفينوتايب بتاعهم بيبقوا دبل بوزيتيف او سنجل بوزيتيف، السايت الثايموس والسبلين. هنا جاما دلتا بيبقوا 5% بس، بيبقوا دبل نيجاتيف او سي دي 8، موجودين فين؟ في الابيديرمز والابيثيل اوف ذا تانج وفي الانتستين. الانتيجن هنا لازم يكون بروسيسد انتيجن بريزنتد باي ام اتش سي كلاس 1 اور 2، هنا كان ريكوجنايز ان بروسيسد انتيجن وذاوت ام اتش سي بريزنتيشن. هنا الافكتور فانكشن بيبقى اكتيفيشن اوف تي هيلبر وتي تي سايت توكسيك، ده النت ريزلت. هنا الافكتور فانكشن اللي هو الشغل بتاع الناتشرال كيلر تي لينفوسايت اللي هو بروتكت the wound healing cytolytic effect or produce الجاما انترفيرون. ازاي بيحصل بقى تي سي ريسبتور ري ارينجمنت؟ زي ما قلنا التي سي ريسبتور فيه حاجه اسمها variant region. اولا التي سي ريسبتور موجود على كذا جينز، موجود على كذا كروموسوم، فكل ده بيدينا variations. يعني مثلا عندك الالفا الالفا ريسبتور موجودة على كروموسوم 14، سوري دلتا جين موجودة على كروموسوم 14، وعندك البيتا جين تي سي ريسبتور بيتا جين موجودة على كروموسوم 6، وفي تي سي ريسبتور جاما موجودة على كروموسوم 13، وكل واحد منهم كل ريجن منها الفاريانت ريجن والدايفيرس ريجن والكونستانت، كل واحدة ليها جين مخصوص بيها. يعني الفاريانت ريجن ليها كذا جين، واحد مسؤول عن فاريانت واحد، فاريانت اتنين، فاريانت تلاتة، وهكذا حسب النمبر. وبرضو دايفيرستي واحد، دايفيرستي اتنين، وهكذا جوينينج واحد واتنين، كونستانت تلاتة ريجن او اربعة، وهكذا. ده للايه؟ الدلتا بس. نيجي عند التي سي ريسبتور البيتا اللي هو الجزء اللي اسمه بيتا، برضو نفس الحكاية، الفاريانت في واحد اتنين تلاتة اربعة لغاية ممكن 50، الدايفيرستي الجوينينج الكونستانت، يبقى فيه نمبر of genes كل واحد مسؤول عن
variant، كل واحد مسؤول عن diversity، كل واحد مسؤول عن joining. تمام، نيجي للجاما، للجاما جين موجود على الكروموسوم 13، نفس الحكايه، في عدد من الفاريانت والكونستانت والجويننج، ده بيدينا مور دايفرستي. يعني ايه الكلام ده؟ لما يحصل بقى الفا تشين جين ري ارينجمنت، يعني ايه ري ارينجمنت؟ يعني ياخد واحد من الكونستانت واحد من الفاريانت وياخد واحد من الجويننج، ده هيعمل لي الفا جين. يجي عند البيتا تشين جين ياخد واحد من الفاريانت واحد من الدايفرستي واحد من الجويننج، بعد كده يمسكوا ببعض الالفا والبيتا، سوري هو البيتا بس اللي فيه دايفرستي، الالفا ما فيهوش، ياخد واحد من هنا وواحد من هنا عشان يكون لي الالفا والبيتا تشين. نيجي اللي وراه الالفا بيتا تشين اللي بعدها السبيسيفيستي بتاعتها فاريانت 15 مع جويننج 6 مع كونستانت 7، وياخد البيتا فاريانت 6 ودايفرستي 2 وجويننج مش عارفه كام وهكذا، يبقى هيديني الفا وبيتا تي ريسبتور سبيسيفيستي مختلفه عن اللي قبله وهكذا. يبقى عشان نيجي نحسبها الدايفرستي مش بس في دي جي ري ارينجمنت، في حاجه اسمها جانكشنال دايفرستي. يعني ايه جانكشنال دايفرستي؟ جانكشنال دايفرستي زي ما قلنا عند الدي ريجن، وادي مثلا الجويننج ريجن، في النص جانكشنال، الجانكشنال دي فيها نيوكليوتايد، بيحصل حاجه اسمها جانكشنال دايفرستي. يعني ايه جانكشنال دايفرستي؟ ادي النيوكليوتايد الموجوده في النص بين الدايفرستي والجويننج ريجن، هيجي الراك كومبلكس اللي هو ري اكتيفيتنج اكتيف جينز، اللي هو ريكومبينيشنال اكتيف جينز، عندنا نوعين راج 1 وراج 2 اللي هي ريكومبينيشنال اكتيف جينز، راج 1 وراج 2 بتعمل اكتيفيشن للكليفج للسيجنال سيكونس في مكان معين. تمام، هتقوم خلع النيوكليوتايد دي تعمل لها كليفج. تمام، هتسيب الجزء ده، هتسيب الجزء ده، يبقى ثبت الاربعه الاخرانيين من هنا والاربعه الاخرانيين من هنا. ايه اللي هيحصل؟ دول بيسموهم بلاندروميك بي نيوكليوتايد، دول اسمهم بلاندروميك بي نيوكليوتايد، هيتفردوا، الهير بين دي هتتفرد كده بالمنظر ده، هتفتح الهير بين عن طريق الراج ميديتد انزيمز، بيحصل لهم اول حاجه كليفج هيشيل النيوكليوتايد، بعد كده يتفضل بلاندروميك بي نيوكليوتايد اللي هو بيسموها دي ان ايه هير بين، الهير بين دي هتتفتح هتفرد الاربعه دول اهم، وهتفرد الاربعه دول اهم. تمام، دول اسمهم بلاندروميك بي نيوكليوتايد. ايه اللي هيحصل لهم؟ هيحصل بعد كده حاجه اسمها ان نيوكليوتايد اديشن باي تي دي تي. التي دي تي انزيم احنا عارفينها تيرمينال دي اوكسي، تي دي تي انزيم اللي هو بيحصل تيرمينال دي اوكسي ايه ترانس امينيز، لا ناسيه الاختصار بتاعه. التي دي تي بيعمل اديشن للنيوكليوتايد، يعمل اديشن للنيوكليوتايد هنا. تمام، بيعمل اديشن للنيوكليوتايد في المكان ده. الخطوه الجايه هيحصل بيرنج، هيحصل بيرنج اوف ستراند. تمام، هتيجي النيوكليوتايد هتكون هتكمل الكومبلمنتري سيكونس ليها، هتلاقي الاي مسكت في التي والسي مسكت في الجي. طيب في شويه نيوكليوتايد مالهمش مكان، اللي هيحصل لهم الامبير نيوكليوتايد اللي هي ما لقيتش مكان يحصل لها كومبلمنتري سيكونس، هيحصل لها ريموفال باي اكزو نيوكليز انزيم، هيعمل لها اكسجن. تمام، هيعمل لها اكسجن. بعد كده يجي انزيم تاني الجاب دي موجوده دي، هيحصل لها فيلينج باي انزيم اسمه لايجيز، هيعمل لايجيشن، هيكون بقى كومبلمنتري سيكونس هنا وهنا، هيعمل لايجيشن بانزيم اسمه لايجيز عشان يكمل الجابس. يبقى احنا عندنا المنطقه دي بي بلاندروميك ودي بلاندروميك ودي ان نيوكليوتايد، يبقى الجانكشن دايفرستي بتعتمد على البلاندروميك بي نيوكليوتايد اديشن ولا على الان نيوكليوتايد اديشن باي تي دي تي انزيم، ده بيزود الدايفرستي. يعني بس دايفرستي وجويننج ريجن او في دي جي ارينجمنت، كمان في عندنا جانكشنال دايفرستي.
النت ريزلت ايه بقى؟ احنا زي ما قلنا عندنا في دي جي ري ارينجمنت. طيب ادي تي سي ريسبتور الفا وادي الجاما دلتا ريسبتور. احنا عندنا 100 فاريانت في الالفا تشين والدايفيرستي 0 وجويننج 50. تمام، يبقى عدد التباديل والتوافيق في الالفا تشين ال 100 ال 100 تايم 50. تمام، نيجي البيتا تشين عندك 25 فاريانت ودايفيرستي 2 وجويننج 12، يبقى الفاريشن في الفي دي جي ري ارينجمنت 25 في 2 في 12. تمام، ده الرقم اللي هيطلع. واحده من دي قدام احمد دي هدينا الترايشنز للتي سي ريسبتورز هتبقى ملايين. ضيف عليها بقى الان ريجن نيوكليوتايد اديشن والبي ريجن نيوكليوتايد اديشن قلناها في السلايد اللي قبل كده. تمام، يبقى ده بيعمل لك الفي دي جي ارينجمنت مع اللي هو جانكشنال ري ارينجمنت. تمام، يفرق ايه بقى التي سي ريسبتور عن الاميونوجلوبولين؟ الاميونوجلوبولين ده بيضيف ليه حاجه اسمها سوماتيك ميوتيشن وفي حاجه اسمها كلاس سويتشنج. كلاس سويتشنج مش موجود في التي سي ريسبتور، يبقى السوماتيك ميوتيشن والكلاس سويتشنج موجودين في الاميونوجلوبولين. دي اتقالت مع محاضره البي ليمفوسايتس. طيب بعد عملنا جين ري ارينجمنت زي ما قلنا الفي دي جي ري ارينجمنت هينتج عنده ان احنا عندنا 100 مليون انتيجين وبالتالي عندنا 100 مليون different receptors specific for these antigens وبالتالي different cells can have different antigen receptors والsomatic cell with gene rearrangement will inherit the gene rearrangement. يعني كل parent cell هيحصل لها division تديك الدوتر cell اللي هي بتكاري نفس ال T cell receptor rearrangement نفس ال specificity of the parent cell. في بقى حاجة تانية اسمها MHC restriction. يعني ايه MHC restriction؟ معناها T lymphocyte system is heavily biased towards recognizing peptide bound to self MHC. يبقى T lymphocyte system متحيزة لإيه؟ للخلايا أو البيبتايدز اللي ماسكة في self MHC. يعني هي لو شافت أي بيبتايد مش ماسكة في self MHC ملهاش دعوة بيه. يبقى لازم تبقى biased towards peptide bounded to self MHC. دي معنى الكلمة دي MHC restriction. That results in positive selection in the thymus. يبقى لما يجي نتكلم عن positive selection in the thymus معناها ان T lymphocytes هتشوف peptide او antigen bind للself MHC. تمام؟ هيحصل عن حاجة اسمها positive selection ونيجاتيف selection حسب نوع الانتيجن بعد كده. يبقى عندنا peptide احنا ما قلناش نوعه لسه. بيبتايد ماسك في السيلف ام اتش سي. بعد ما تشوف السيلف ام اتش سي هيحصل حاجه اسمها بوزيتيف سيلكشن، يعني هي اتعرفت على الام اتش سي. هيحصل لها ايه بقى؟ بوزيتيف سيلكشن او نيجاتيف سيلكشن حسب نوع البيبتايد. يعني ايه ام اتش سي ريستريكشن وازاي بيحصل؟ احنا زي ما قلنا عندنا وان سبيسيفيستي بير تي سيل زي ما قلنا قبل كده، يبقى عندنا كل تي سيل ريسبتور specific for antigen. طيب من ناحية بقى ال MHC هل في specificity؟ اه في specificity. ازاي؟ احنا عندنا ازاي بتحصل ال specificity اللي هي بيسموها ال MHC restriction. احنا عندنا اتنين طبعا ال MHC ال major histocompatibility complex موجودة على كروموسوم 6 عندك class 1 و class 2 و class 3. هناخد example وكل class عليه genes مختلفة اللي هي بتمثل الانتيجنز الموجودة على الكلاس نفسه. يعني لو خدنا بتمثل البروتينز الموجودة في الكلاس نفسه. يعني عندك الكلاس 1 ده البايندينج سايت اوف انتيجن اللي هي الالفا والبيتا. يبقى عندك الفا والبيتا دول المسؤولين عن البايندينج سايت اوف انتيجن او بيبتايد اللي هو مكان البريزنتيشن اوف بيبتايد. تمام، الري ارينجمنت اللي بيحصل في الجينز دي هو ده اللي بيدي سبيسيفيستي. يبقى انت عندك MHC class 1 او 2 برضه specific for peptide. ناخد example ليها عندك MHC class 1 عليه 3 locus A و B و C وعندنا طبعا 2 genes اسمهم MHC class 1. ليه؟
عشان عندنا 2 كروموسوم اسمهم 6، يبقى عندنا 2 لوكس اسمهم A و2 لوكس اسمهم B و2 لوكس اسمهم C، كل واحده على كروموسوم. هنفترض ان MHCA على اول كروموسوم والبي على الكروموسوم الثاني، يبقى احنا عندنا 3 لوكس A وB وC اللي هي اسمهم A، و3 لوكس على الكروموسوم الثاني اللي هي A وB وC على الكروموسوم رقم 6 الثاني. تمام، عشان كده قلنا pairs of chromosomes in each cell، so each cell has 2 MHC loci within each locus R, B, C, و A genes encoding 4 MHC class 1 proteins، ده اللي هو بيسموه polygenic. تمام، طيب ايه اللي بيحصل فيها؟ نفترض ان الانتيجين ده فيروس وهنسميه X، هنلاقي فيه جزء من الفيروس ده او الانتيجين ده restricted to BA، بيمسك في البي اي، وجزء من الفيروس ده بيمسك في ال presented بال بي بي، وجزء تاني من الفيروس presented بال سي اي، وجزء تاني من الفيروس هو نفسه نفس الانتيجين presented بال سي بي، وجزء تالت رابع خامس قصدي presented بال اي اي، وجزء تاني presented بال اي بي. يبقى احنا عندنا الاكس اللي هو represents an antigen، او نفترض ان هو فيروس. تمام، الفيروس ده عبارة عن 6 بيبتايد، كل بيبتايد presented ببروتين في بجزء من ال MHC، بجزء من ال MHC. طيب هل التي لينفوسايت لازم تعمل recognition لل 6 antigen؟ لا، قال لك لا، it is not likely that all T lymphocytes recognize the same peptide derived from X antigen. يبقى هي ممكن التي لينفوسايت تعرف على 2 او 3 من الانتيجين ده او البيبتايد اللي هو بيسموه antigenic determinants. يبقى الانتيجين نفسه ممكن يتقسم لانتيجينيك ديترمينانتس، يعني ايه؟ يبقى ممكن الانتيجين نفسه يتقسم لستة، كل بيبتايد او كل جزء من الانتيجين ده بيبقى presented ب MHC class او بروتين. تمام، وزي ما قلنا في الاكزامبل ده بيسموه ايه؟ ال MHC is polymorphic. It is likely that the allele for BCA are different. يبقى زي ما قلنا كده، يبقى كل جزء من الانتيجين كان بيبريزنت بجزء من ال MHC. يبقى عندنا هنا في الحاله دي مثلا الاكزامبل ده في 6 possible restriction specificity per individual، يبقى الانتيجين الواحد بقى عندنا ليه 6 possible restriction specificity. يبقى الخلاصة ايه؟ within an individual there will be many different T cell clone. يبقى الانتيجين واحد ممكن عندنا ايه؟ different T cell clone each with one restriction specificity. يبقى ال T cell clone الواحدة ليها antigen specificity واحدة، لكن ممكن يبقى عندنا many T cell clone كل واحدة restricted ل MHC، يعني ممكن دول 6 MHC يبقى عندنا 6 كلون of T lymphocytes specifically mean للفيروس ده. يبقى within an individual there will be many different T cell clone each with one restriction specificity responding to various peptide derived from the same antigen ده اللي احنا قلنا نفس الكلام. طيب يعني ايه T cell ontogeny؟ تي سيل انتوجني معناها السيركيوليشن او السايكل اللي بتمشي فيها الديفلوبمنت اوف تي لينفوسايتس. بتبدا ازاي الديفلوبمنت اوف تي لينفوسايتس؟ بيحصل تشينج في الانتيجين اكسبريشن او السيرفيس انتيجين اكسبريشن. اول حاجه التي لينفوسايت بتبقى دبل نيجاتيف. دبل نيجاتيف لايه؟ لسي دي 4 وسي 8، وطبعا بتبقى برضه سي دي 3 نيجاتيف، يبقى 3 نيجاتيف سي دي 3 وسي دي 4 وسي دي 8. بعد كده بيحصل لها ماتوريشن، بيحصل اكسبريشن للسيرفيس انتيجين. اول حاجه تبقى اكسبريسد عندك سي دي 3 بيبقى بوزيتيف، وحسب نوع التي لينفوسايت عليها لو الفا بيتا ريسبتور او دلتا جاما ريسبتور حسب سي دي 3 نوعه ايه. بعد كده بيبقى اكسبريشن للسي دي 4 وسي 8 فبيسموها دبل بوزيتيف، يبقى عليها سي دي 4 وسي 8 دبل بوزيتيف. بعد كده بيحصل لها ماتوريشن، هتروح البريفرال بلاد. قلنا زي قبل ما تروح البريفرال بلاد في 95% من الخلايا بيحصل لهم ابيبتوز زي ما قلنا، بيحصل لهم كلونال ديليشن،
و5% بس اللي بيحصل لهم ماتيوريشن اللي هو بيدونا النايف نايف تي لينفوسايتس بيبقوا دبل بوزيتيف. بعد كده دول 5% بس النايف تي لينفوسايتس اللي هم دبل بوزيتيف بيروح البريفرال بلاد بيدونا سنجل بوزيتيف. سنجل بوزيتيف يعني يا اما سي دي 4 يا اما سي دي 8، ده بيسموها سنجل بوزيتيف اللي هي بتبقى في البريفرال بلاد اللي هي بعد كده بتشوف الانتيجين ويحصل لها بروليفريشن اكسبانشن. طيب الحته دي نركز فيها شويه عشان هي دايما تلخبط، وانا برضو وانا بذاكرها قعدت اتلخبط فيها رايح جاي. عندنا عندك الكورتكس وادي المظله. طيب ادي الكورتكس. الكورتكس فيه الاماتيور تي لينفوسايتس اللي بتبقى دبل نيجاتيف. الاماتيور تي لينفوسايتس اللي هي بيحصل اللي هي الدبل نيجاتيف بيحصل لها حاجه اسمها بوزيتيف سيلكشن. يعني ايه بوزيتيف سيلكشن؟ اولا في الكورتكس ما عندناش غير الماكروفاج والابيثيليال سيل، يبقى عندنا الماكروفاج والابيثيليال سيلز بتبقى جايه شايله السيلف ام اتش سي، شايله السيلف ام اتش سي، فبيحصل بوزيتيف سيلكشن. يعني اتعرفت على السيلف ام اتش سي. خد بالنا من كلمتين مهمين جدا، في فرق بين سيلف ام اتش سي وسيلف انتيجين. احنا لغايه دلوقتي احنا فين؟ في السيلف ام اتش سي اللي هو البرزنتيشن بالسيلف ام اتش سي. شافت الخلايا الماكروفاج والبثيليا سيل عليها السيلف ام اتش سي، فيحصل لها بوزيتيف سيلكشن. بوزيتيف سيلكشن يعني انا اتعرفت عليك وهبدا يحصل لي بروفريشن. تمام، هروح بيحصل لها بقى دبل نيجاتيف بقت دبل بوزيتيف اللي هو الانتوجين العادي، والدبل نيجاتيف هتبقى بعد كده ايه؟ سنجل بوزيتيف. طيب اول ما تبقى سنجل بوزيتيف هي رايحه ناحيه البريفرال اهو، قابلت البلاد فيسلز والفينيولز اللي هي كارينج الايه؟ الانتيجنز. شافت الام اتش سي اللي هو برده السيلف زي ما احنا قلنا اتعرفت عليه خلاص السيلف ام اتش سي، بس مش معاه سيلف، معاه سيلف انتيجن. يبقى تاني يبقى شافت السيلف ام اتش سي عليه سيلف انتيجن. سيلف انتيجن بتاع الخلايا بتاعتها، بتاعت خلايا الجسم، فمش معقوله تموت الخلايا بتاعتها، فيحصل لها نيجاتيف سيلكشن او ديليشن. عشان كده بيحصل نيجاتيف سيلكشن او ديليشن ل 95% من الخلايا اول ما تشوف السيلف انتيجين. يبقى تاني يبقى البوزيتيف سيلكشن اللي بيحصل في الكورتكس بيحصل فور ايه؟ فور سيلف ام اتش سي، اتعرفت على السيلف انتيجين برزنتيشن اللي هو الام اتش سي اللي بريزنت الانتيجنز. جت بعد كده عند المظله هتشوف جايه بقى البلاد سيركيوليشن فيها دندريتك سيل اللي كارين كل الانتيجنز. هيحصل نيجاتيف سيلكشن لمين؟ نيجاتيف سيلكشن للسيلف ام اتش سي اللي كارينج السيلف انتيجين. هيحصل لها كلونال انرجي او ديليشن، والا هتبقى وده بيسموه التوليرانس، والا هتكون لي اوتو انتي بوديز. يبقى مهم قوي اول ما تشوف السيلف انتيجين يحصل لها نيجاتيف سيلكشن او ديليشن. هل كلها بيحصل لها؟ لا مش كلها، في جزء بيهرب على البريفرال بلاد اللي هيتعرف بعد كده على الفورين انتيجين. هنقولها تاني، ادي عندنا كورتكس وادي المظله. طيب ادي الكورتكس، ايه اللي في الكورتكس؟ قلنا خلايا الماكروفاج والابيثيليال سيلز. ليه بيحصل بوزيتيف سيلكشن؟ عشان بيحصل انتر اكشن اوف تي لينفوسايتس وذ ام اتش سي كلاس 1 اور 2 اللي هو السيلف ام اتش سي كلاس 1 اور 2، فيحصل لنا بوزيتيف سيلكشن. بوزيتيف سيلكشن اتعرفت على السيلف ام اتش سي كلاس 1 او 2. جميل، راحت على المظله اللي قلنا فيها البلاد كابيلاريز والفينيولز اللي هي كارينج الدندريتك سيلز، هتبدا تشوف بقى ايه؟ السيلف ام اتش سي اللي شفتها قبل كده وحصل لها بوزيتيف سيلكشن زائد السيلف بيبتايد اللي هي الخلايا بتاعت الجسم نفسها، فلازم يحصل لها نيجاتيف سيلكشن. لازم يحصل لها نيجاتيف سيلكشن ل 95% من الخلايا، والا هيكون اوتو انتي بوديز. يبقى لازم يحصل لها نيجاتيف سيلكشن، وده بيسموه تولرانس، والديفكت في المنطقه دي بيعمل لك بعد كده اوتو اميون ديزيز. دي قلناها قبل كده ان التي لينفوسايت سيستم بيبقى في بايزد توردز سيلف ام اتش سي. يبقى لازم التي لينفوسايت سيستم اول حاجه بيحصل بوزيتيف سيلكشن فين؟ للسيلف ام اتش سي اللي بيحصل في الكورتكس اللي هينتج عنه البوزيتيف سيلكشن في الثايموس او في البون مارو. تمام، بعد كده هتبقى في ريكوجنيشن للبيبتايد اللي هي بريزنتد بالسيلف ام اتش سي. البيبتايد دي لو هي سيلف هيحصل ديليشن
كلونال ديليشن. طيب بيحصل كلونال ديليشن او بروليفريشن او بتهرب اكوردنج لايه؟ في نظريات اسمها الافيديتي والافينيتي. الافيديتي التعريف بتاعها اللي هي بيسموها الابارنت افينيتي، الانجذاب الظاهري، ابارنت افينيتي بتوين تي سيل ريسبتور اند ام اتش سي بيبتايد كومبلكس، يبقى بيسموه ابارنت افينيتي بتوين تي سيل ريسبتور اند ام اتش سي بيبتايد كومبلكس، ده بيسموه الافيديتي. لو الافيديتي هاي اوكيوبنسي، عدد كبير قوي من الانتيجين قافل الاماكن، بيحصل نيجاتيف سيلكشن. لو هو لو اوكيوبنسي برضو نيجاتيف سيلكشن. لو هو مودريت بيحصل بوزيتيف سيلكشن. وفي نظريات تانية بتقول لك الهاي اوكيوبنسي هو نيجاتيف سيلكشن واللو بيديك اكتيفيشن. هما نظرتين، اهم حاجة ان هم متفقين ان الهاي بتديكي نيجاتيف سيلكشن. دي النظرية الأولانية اللي هو تقول immature lymphocytes بيحصل positive selection لما تشوف السلف MHC، وبعد كده لما السلف MHC دي تبقى carrying self antigen بيحصل لها negative selection. فالنظرية دي أثبت إنها خطأ. ليه خطأ؟ عشان قالك إيه ده كلهم بيحصل لهم negative selection، أمال مين اللي هيحصل له activation ومين اللي هيروح في peripheral blood؟ فلقوا النظرية دي غلط. فقالوا نظرية تانية ودي الصح، ان قالك الاماتيور ثايموسايتس اول حاجه تبقى في الكورتكس بتعرف على السلف ام اتش سي فحصل بوزيتيف سيلكشن، تمام، واللي ما تعرفتش حصل لها ديليشن، تمام. بعد ما اتعرفت على السلف ام اتش سي جزء منها هيروح للمظله، في المظله في جزء من الخلايا اللي هم الاثنين الصفر دول هيبقوا كارينج السلف انتيجين فيحصل لهم كلونال انرجي او ديليشن اللي هو بيسموه نيجاتيف سيلكشن، وفي اتنين ما كانش عليهم اي انتيجين، تمام، او عليهم سيلف انتيجين بهاي اكيوبنسي فهربوا من سوري بلو اكيوبنسي فهربوا من النيجاتيف سيلكشن. يبقى في خلايا تانية كارينج السيلف ام اتش سي وممكن يبقى عليهم شويه سيلف انتيجين بس ما كانتش قويه في نظريه الافيديتي، يعني عليهم مثلا لو اكيوبنسي فهربوا من موضوع النيجاتيف سيلكشن ده، تمام. هربوا راحوا فين؟ هربوا راحوا البريفرال بلاد عشان يشوفوا الفورين انتيجين، يجوا هنا يشوفوا الفورين انتيجين او فورين بيبتايد اللي هو يحصل لها بعد كده بروليفريشن واكسبانشن. يبقى احنا زي ما قلنا عشان يحصل اكتيفيشن للتي لينفوسايتس لازم نشوف حاجتين، السيلف ام اتش سي والفورين بيبتايد. لازم تشوف لنا حاجتين، السيلف ام اتش سي والفورين بيبتايد. يبقى الفورين بيبتايد والسلف ام اتش سي. طب لو شافت الفورين بيبتايد لوحده مش هيحصل لها اكتيفيشن، لو شافت السلف ام اتش سي لوحده برضه مش هيحصل لها اكتيفيشن.